فيقول السائل: هل لمس الزوجة وأنا على وضوء ينقض الوضوء؟ أختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا ينقض، وذلك لأن عائشة مست رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأيضا كان إذا سجد غمزها ولم يخرج من صلاته، والله أعلم. وحمل ابن عباس قوله تعالى: ألامستم النساء على الجماع، فقال: إن الله حيي كريم يكني بما يشاء.